النهارده جاي لكم منين؟ منين يا كيكو؟ من ليفربول. ليفربول؟ تشجع مين في ليفربول؟ لا ام هي فيها ام فاش ام دي ليفربول يعني صلاح. ممكن يعجبني واحد تاني. لا هو مو صلاح. زي ما حفظتك تقولي مش ده؟ لا هو ما ندخل جوه تقولي على طول اللي حفظتولي. انت عارف ان صلاح لما عرف ان جاي حلف عظيم بيمين ثلاثه اللي قطع تيكت وطلع قاعد جنبي في المدرجات فوق يتفرج على الماتش في المدرجات. طبعا انا قلت له لا خلاص بقى اكبر للناس. عيب الناس جايه. الناس جايه تتفرج عليك ابو صلاح. انزل اقعد تحت. Thank you. انا بقى مش متخيل اللحظه اللي هشوف فيها ابو صلاح لايف كده وجه النور. سيبكم اللي اتقال الاول ده كله كان هزار.
الشوط الاول خلص ودلوقتي داخلين على الشوط الثاني. كنا بناخد ريست هنا وهنروح على الشوط الثاني. يلا بينا. لابسين ولا الوران؟ رعون. لابسين؟ رعون. رعون. رعون الأوتار.
سجلتش ضربة الجزاء بتاعت صلاح للأسف، وانتهى الشوط الثاني كمان 0-0، هيدخلوا في شوط إضافي، شوطين إضافيين. لو انتهى على كده، لو جاب لو سجل حد فيهم هينتهي الماتش، لو ما سجلش هيدخلوا ضربات جزاء. أدينا قاعدين مستنيين، يا مسا هناخد ريست أنا وكيكي ونرجع تاني عبال ما يخلصوا البريك، عندهم بريك اللعيبة كمان، عبال ما يخلصوا ناخد ريست كلنا. عرفتهم تشيلسي الاهلي اهو، الاهلي حاضر بروح الفانيلا. اللعيبه رجعت بس بقى للاسف، اللعيبه رجعت. ابو صلاح ورا. للاسف مرضوش دخلوني بالكاميرا والتليفون فصل شحن جوه، ما عرفتش اصور التكريم بقى ونهايه المباراه وكده، بس الحمد لله ليفربول كسب وصلاح خد جايزتين والدنيا بقت فوق الفل 100 فل و10. عاش يا رجاله، عاش ابو صلاح، عاشت الكوره، عشان جمعتنا. كان في جنسيات كتير وهنود وجنسيات عربيه وكل شيء، اول مره يعني حاجه من الحاجات القليله اللي بتجمع العرب يعني. وابو صلاح شكرا، خلى الواحد عنده احساس كده لما يشوف الناس بيشجعوا واحد مصري كده وفرحانين بيه وبتاع، واتبسط يعني. بس وشكرا قطر ان هي استضافت بطوله زي دي، والتنظيم بصراحه كان فوق الرائع. انا رحت وجيت، دخلت الاستاد وطلعت من الاستاد ما حسيتش بزحمه ولا الكلام ده خالص يعني، رحت وجيت في وقت وجيز جدا يعني. هي بس المشكله حته الكاميرا، يعني لو كانوا سمحوا لنا بس ندخل بالكاميرا كان الواحد عمل شغل احسن من كده شويه. يلا الحمد لله جينا غطينا ورحنا شفنا ابو صلاح وشفنا ليفربول هو بطل العالم، ويعني الحمد لله على كده. عايش يا رجاله. ينال الجائزة الذهبية لأول أحسن لاعب، طبعا بعده المتميز كذلك برينو إنريكي. والأغلى من كل هذا يا محمد هو تتويجه في لقب كأس العالم، طبعا تحية متبادلة مع جماهير وفية وعاشقة لمحمد الذي ملك قلوب عشاق كرة القدم، ليس فقط المصرية ولا العربية، بل عشاق كرة القدم ولا حتى الإنجليزية، بل عشاق كرة القدم العالمية. حضورك صنع الحدث هنا في العاصمة القطرية الدوحة محمد صلاح، بتواضعه، بروعته، براعته ايضا في اللعب وفي تعامله مع عشاق الكره ومع عناصر فريق ليفربول في المباريات التي لعبها لحد الان. طبعا الجوائز الفرديه تسبق الجوائز الجماعيه. هو في اوسط، بين اوسط اهله اكيد محمد صلاح،
عمر ولا شعر هنا في الدوحة لأنه في الغربة مع الجوائز البطولة التي تتهاطل عليه.